مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء مائلة للحرارة، وصلت درجة الحرارة في عمان ل 30 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء غائمة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 19، نسبة الرطوبة رح تكون 46%. رح ننتقل لدرجات الحرارة خلال غدا نهارا. رح تسجل بعمان 29، رح تكون الأجواء حارة نسبيا. يوم السبت ويوم الأحد رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع عودة الأجواء معتدلة خريفية، خاصة مع ساعات النهار رح تسجل 23، بالليل رح تنخفض ل 14 درجة. رح ننتقل ونستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في إربد. إربد 20، غدا 31، جرش 21، غدا 32، عجلون 20، وغدا 29، وأجواء غائمة. رح تسجل بالمفرق هاي الليلة 19، غدا 32، الزرقاء 20، وغدا 33. رح تسجل درجات الحرارة هاي الليلة في مطار ملك علياء 19، غدا 31، السلط ومادبة 20، وغدا 29، وأجواء خريفية. رح ننتقل لدرجات الحرارة في البحر الميت 27، غدا 34، الكرك والطفيلة 19، وغدا 26. إمعان هاي الليلة 20، غدا 33 درجة. رح تسجل في مدينة العقبة هاي الليلة 25، وغدا 36، وأجواء حارة. إرويشد 20، أجواء ماطرة هاي الليلة، وغدا رح ترتفع ل 33. بالنسبة لملخص الطقس، رح تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية. غدا رح تكون فرصة محدودة لزخات من الأمطار خاصة في شرق المملكة مع عودة الأجواء خريفية يوم الأحد إن شاء الله. وهو في أخبار الكوارث، ارتفع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في الفلبين إلى أكثر من 30 شخص، ونزح نحو 15,000 شخص من أماكن إقامتهم، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين في مياه الفيضانات. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك ليلى. شكرا جود.